بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار بتكونوا كويسين؟ ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده على السيليا والفلاجيلا. بصوا، بس السيليا والفلاجيلا الاثنين زي بعض، الاثنين واحد يعني في التركيب، مش هنغلب فيهم. يعني اقول لك حاجه، يعني ايه كلمه سيليا بالعربي؟ سيليا بالعربي يعني اهداب. سوري، سيليا بالعربي يعني اهداب. اهداب ايه الاهداب دي؟ اللي هي بص تتحرك في اتجاه واحد، يعني تبقى واقفه كده بالمنظر ده، حرك كده كده كده، يعني بتزق في الاتجاه ده بس على الشمال كده او على يمينك، يعني كده كده. دي سيليا، يعني دي الاهداب. موجوده فين ووظيفتها ايه وبتتكون من ايه؟ تعالى معايا بقى على البورد كده. بص، الاشهر مكان بيتواجد فيه السيليا في الجهاز التنفسي، في الممر التنفسي. الممر التنفسي الفكره في ايه؟ بص، هي اصلا هي بتعمل ايه السيليا؟ السيليا وظيفتها انها تزق السوائل. زي مين؟ زي الميوكس اللي هو المخاط. الجهاز التنفسي بتاعنا كله، الممر كله، الممر التنفسي كله، من اول النيزوفارنكس. النيزوفارنكس اللي هو ان كنا اتكلمنا عن كده في الكورس التمهيدي، اللي هو عندي حاجه اسمها فارنكس او بلعوم، وعندي النوز اللي هي الانف، مكان التقاءهم مع بعض اسمها نيزوفارنكس. الجزء ده تمام بالتراكيه اللي هو التراكيه واللارنكس والبرونكس اللي هي القصبه الهوائيه، كل ده بيبقى عليه او بينتج ميوكس، بينتج مخاط. ليه المخاط ده موجود؟ علشان يحمينا من البكتيريا. يعني ايه الكلام ده؟ عشان برضو اللي ما شافش الكورس، بص انت عندك الجهاز التنفسي عنده ثلاث ميكانيزمات او ثلاث طرق علشان يحمي بها نفسه. ثلاث طرق، كويس؟ اول حاجه، اصل خد بالك اللنج اللي هي الرئه كانها مفتوحه على الشارع. يعني تخيل كده انها الرئه بيطلع منها عصبه هوائيه، وبعدين التراكيه، بعد كده اللارنكس، بعد كده الفارنكس، بعد كده النوز والشارع. فهو كانها اصلا مفتوحه على الشارع، والشارع ده فيه تراب وفيه رمل وفيه بكتيريا وفيه مواد ازرق يعني. فهي مستحيل كل اللي انت بتشمه وعوادم السيارات كل ده يخش على الرئه على طول، ده الرئه هتبوظ يعني. ففي ثلاث طرق. اول طريقه هو الهير، هو الشعر. الشعر اللي موجود في النوزة نفسها، الشعر موجود في الانف. الشعر ده وظيفته ايه؟ الشعر ده وظيفته ان يتراب، انه يمسك البكتيريا الكبيره ويمسك التراب والحاجات دي كده، ويمنعها انها تنزل تروح على اللنج. بس مشكله الشعر ان هو بيمسك الحاجات الكبيره بس، لكن اكيد في حاجات صغيره هتقدر انها تعدي من خلال الشعر وتنزل على تحت. فكان لازم تاني طريقه، الا وهي الايه؟ الا وهو الميوكس. كلمه ميوكس يعني ايه؟ يعني مخاط. الفكره في ايه؟ المخاط ده بينتج من الممر التنفسي كله. المخاط بيطلع 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 بيطلع، بيبقى سائل لزج. تيجي البكتيريا مثلا اللي قدرت انها تعدي من خلال مين؟ الشعر، تقوم وهي نازله تقوم تلاقي نفسها في بحر من الميوكس، بحر من المخاط، والمخاط لزج فما تعرفش تفصل منه، فتثبت عليه، تلزق عليه. الفكره في ايه؟ الفكره ان المخاط ده يوم يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع لفوق يطلع لفوق لحد ما يوصل لمناخيرك، وبعدين حضرتك تنضف مناخيرك. المخاط ده مستحيل انه يقدر انه يطلع عكس الجاذبيه، لان هو لزج. هنا يجي دور مين؟ هنا يجي دور السيليا. تقوم السيليا تعمل ايه؟ السيليا موجوده على ممر التنفسي كله، وهنا المخاط تبتدي انها تتحرك في الاتجاه ده، تتحرك في الاتجاه ده كده، فعماله تطلعه لفوق، فهو يوم جاي تقوم هي تعمل كده، فالمخاط يتحرك لفوق، تعمل كده المخاط يتحرك، تعمل كده المخاط يتحرك، يفضل يتحرك 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 لحد ما يوصل لمين؟ للنوز، تقوم حضرتك منظف مناخيرك. تالت طريقه، واحد يقول لي افرض افرض يعني انه في حاجات عدت من الميوكس. تالت طريقه بقى هو الماكروفيج. الماكروفيج اللي هي الخلايا البلعميه اللي موجوده جوه الرئه ذات نفسها، اللي هي بقى موجوده ان شاء الله في الاميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي، اللي هو ممكن تعتبرها انها خط الدفاع الثالث. يعني لو افترضنا ان الهير خط الدفاع الاول، الميوكس خط الدفاع الثاني، الماكروفيش خط الدفاع الثالث، يعني الخلايا البلعميه. ودي حتى بيسموها الداست سيلز، اللي هو داست يعني تراب، يعني وكانها بتروح تاكل او تلتهم التراب ده، كويس؟ اذا واضح جدا دور السيليا من المنطقه دي ان هو بيعمل ايه؟ ان هو بيجيب الميوكس ده بيزقه على فوق عشان يتراب البكتيريا ونخرج البكتيريا ونخرج التراب والكلام ده. اشهر مكان بيتواجد فيه السيليا بالفعل هو في الريسبيراتوري سيستم او في الريسبيراتوري تراكت اللي هو الممر التنفسي. عارف ايه كمان؟ في حاجه مشهوره جدا. عارف اللي هو الجيوب الانفيه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك انت عندك جيوب انفيه ولا ما عندكش؟
يعني عندك جيوب انفيه، الجيوب الانفيه دي موجوده على طول، يعني بتبقى عباره عن اماكن في السكال في الجمجمه مفرغه ما فيهاش عظم. دي ليها في كذا فايده، منها التهويه انها تدي مساحه للنوز بتاعتك انها يبقى ليها براح لو انت استنشقت هواء جامد، منها برضو انها تعمل على انها تظبط درجه حراره الهواء اللي داخل عشان الهواء ما يدخلش ساقع او ما يدخلش سخن. خلاص كده، كمان وظيفتها انها تبقى مناطق مفرغه في الجمجمه، فالجمجمه ما تبقاش كلها عظم تبقى تقيله على جسمك، لا تبقى خفيفه في اماكن جوه فاضيه فراغات يعني. وكمان بتنتج مخاط برضو، يعني هي برضو فيها نفس الخلايا اللي بتنتج المخاط. لو السيليا عندك، السيليا عندك مش شغاله، افتراضا ان السيليا مش شغاله، ايه اللي هيحصل؟ المخاط اللي بيتكون هيفضل موجود، لان المخاط مستحيل يتحرك لوحده، لان ده سائل لزج كانه عسل مثلا، يعني هل عمرك شفت عسل بيتحرك من مكانه؟ فلو المخاط ده فضل موجود هنا بيبقى بيئه مناسبه لنمو البكتيريا، يعني مخاط وثابت في مكان، فبيئه مناسبه لنمو البكتيريا، فيحصل التهاب في الجيوب الانفيه، فيقول لك انه انت ده انا عندي جيوب انفيه، يعني عندي جيوب انفيه؟ احنا كلنا عندنا جيوب انفيه. وعنده جيوب انفيه يعني عنده التهاب في الجيوب الانفيه. خلاص كده، وهنتكلم عنها دلوقتي برضو ان شاء الله. برضو السيليا دي موجوده فين تاني ومهمه فين تاني؟ مهمه جدا في الجينيتال سيستم. في الجينيتال سيستم اللي هو الجهاز التناسلي. ومثلا لو اتكلمنا عند الميل عند الذكر فهي مهمه جدا جدا. لانه اللي بيحصل كالاتي، انه دلوقتي الميل عاوز يطلع سبيرمز وعايز يطلع سيمنال فلويد او سائل منوي. المين اللي بيطلع الكلام ده في التستس في الخصيه، وبعدين بيخرج السبيرم والسيمينال فلويد ويمشوا على الطريق اكتر من ممر، يعني بيمشوا على كذا حاجه، حاجه اسمها الابيديديمز، وبعدين يعدوا على اليوريثرا والكلام ده، هنتكلم على الكلام ده بعدين ان شاء الله. الفكره في ايه؟ الفكره انه السيمينال فلويد ده سائل وهو مش هيتحرك لوحده، لازم حاجه تزقه عشان يخرج لبره. فلو السيليا دي مش موجوده او مش شغاله، السيمينال فلويد ده مش هيخرج من جسم بتاع المين. كويس كده، فساعتها طبعا هيحصل حاجه اسمها انفيرتيليتي. انفيرتيليتي اللي هو العقم. كمان عند الفيميل، طبعا الكلام اللي بقولك دوت هو كلام ادفانس عشان تبقى فاهم، يعني عند الفيميل برضو، لان الفيميل عندها ايه؟ الفيميل عندها ادا الفاجينا اللي هو المهبل، وبعدين اليوترس اللي هو الرحم، وبعدين ادا قناه فالوب وادا قناه فالوب، ناحيتين قناه فالوب وقناه فالوب، وبعدين في الاخر بيبقى انا عندي ايه؟ عندنا المبيض اللي هو ده من هنا، وعندنا المبيض اللي هو من هنا. في اليوم ال 14 من المينستوال بيريود اللي هي الدوره الشهريه، بتخرج الاوفا اللي هي البويضه، وتقف فين؟ وتقف عند قناه فالوب في الثلث الاولاني من قناه فالوب. تقف حوالي يومين في انتظار مين؟ في انتظار سبيرم اللي هو حيوان منوي. كويس؟ السبرمات لو جت تقوم السبرم يروح على مين؟ يروح على الفالوبيان تيوب لحد ما يوصل للاوفا، ويبتدي ان يحصل عمليه التلقيح لحد ما يكونوا مين؟ يكونوا الزايجوت. وانس ان الزيجوت اتكون عاوز يروح فين؟ عاوز يروح للرحم هنا كده عشان يتزرع في جدار الرحم ويكون الجنين. لكن الزيجوت ملوش رجول، ما بيتحركش، وبالتالي محتاج حاجه تزقه عشان يروح فين؟ عشان يروح لحد الرحم. فهنا يجي دور السيليا اللي موجوده في الفالوبيان تيوب انها تقعد تزق فيه تزق فيه تزق فيه لحد ما يوصل ويتزرع فين؟ ويتزرع في جدار الرحم. لو السيليا مش موجوده او مش شغاله، اذا فالزيجوت ده هيتزرع في قناه فالوب. وقناة فالوب ليست مهيئة اطلاقا انها تستحمل جنين لمدة 9 شهور، which means انه هذا الجنين مش هيلاقي الاكل المناسب ليه، وبالتالي هذا الجنين هيموت. فعشان كده ده برضه ده سبب للانفيرتيليتي او العقم اللي موجود عند الفيميلز. يبقى اذا واضح السيليا ديت يعني هي تبان انها اورجانل عضي، شوف حتى الاسم عضي موجود في الخلية، لكن السيليا مهمة جدا جدا. تعالى نعرف مكانها فين. زي ما قال لك في الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، والجينيتال تراكت اللي هو الممر التناسلي سواء عند الميل او عند الفيميل، عند الراجل عند الست. تعال نشوف شكلها باللايت مايكروسكوب وشكلها بالالكترون مايكروسكوب. بص، في اللايت مايكروسكوب شكلها بالمنظر ده، شايف ديت صوره سلايد حقيقيه للتراكيه، التراكيه اللي هي الترقية يعني، وده جزء من الريسبيراتوري سيستم او الممر التنفسي. هنلاقي انه على سطح الخلايا الكولامنر اللي هي الخلايا اللي بتكون اصلا التراكية، هتلاقي من فوق هنا في عندي سيليا اللي هو مشاور عليها بالسهم. سيليا اهي موجوده هنا اهيت. هذه السيليا بقى قلنا فايدتها ووظيفتها ايه؟ ان هنا بيبقى فيه ميوكس، بيبقى فيه مخاط، فهي بتحركه لفوق عشان يخرج ويطلع لبره. كويس؟ فيقول لك انه شكلها عامل ازاي في اللايت مايكروسكوب؟
قال لك والله بيبقى شكلها عباره عن شورت فاين هير لايك بروسيسز، يعني كانها طالعه بشكل شعر، كانها بيبقى عباره عن شعر كده فاين شورت، بيبقى قصير جدا يعني. يعني مثلا لو جينا نشوف شكلها بالالكترون مايكروسكوب، شايف مثلا هنا، شايف شكل السيليا هنا عامل ازاي؟ كله شعر اهو، شايفه اللي هو هنا كله شعر اهو، شايف. برضو مثلا لو جينا هنا، طبعا هي دي الكترون مايكروسكوب لكنها وضحت برضو الهير لايك ستراكشر او شكل الشعر بتاع مين؟ بتاع السيليا. يعني كل ده كده ده شكل للسيليا، فاين هير لايك ستراكشر. لكن بالالكترون مايكروسكوب، بالالكترون مايكروسكوب هي بتتكون من ايه؟ بص ركز معايا يا سيدي. شايف انت الصوره اللي انا بشاور عليها بالسهم دي، الجزء اللي هو ده، اللي هو ده كده، ده كل ده عباره عن سيليا، شايف كل ده كده عباره عن سيليا. بتتكون من ايه هذه السيليا؟ شايف دي كده سيليا، بص برده دي من تحت اهي، دي كده سيليا، شايف شكلها عامل ازاي. بتتكون من ايه؟ بتتكون من براش بوردر. يعني ايه براش بوردر؟ يعني البوردر اللي فوق اللي عامل شبه فرشه السنان، اللي هو عامل الهير لايك ستراكشر ده في اللايت مايكروسكوب. في الالكترون مايكروسكوب بيوضح قوي بالمنظر ده. ده اول جزء خالص. تاني جزء بتتكون منه الا وهو اسمه الاكزونيم، اللي هو الجزء ده، اللي هو الجزء ده كده، شايفه ده الجزء ده كده، ده اسمه ايه؟ اسمه الاكزونيم. هوريك صورتها افضل اكبر شويه، ثانيه واحده خليك معايا. اه يا سيدي بص، شايف الجزء اللي هو اللي فوق ده اللي هو البراش بورتر، كويس. الجزء اللي هو ده بقى كله، كل ده شايفه، يا رب تكون شايف الايد دي، شايف كل ده كده، ده اسمه الاكزونيم. بيسموه الاكزونيم او بيسموه الشافت. الشافت كلمه شافت يعني جسم، يعني هتاخد في الاناتومي تركيب العظمه، كويس. فهتاخد مثلا في الهيومرس، انت تاخد الابر ليم في الاناتومي، هتاخد الهيومرس. الهيومرس هتلاقيها بتتكون من هيد من فوق، بيسموها هيد اوف هيومرس، وانت تتكون من شافت اللي هو الجسم بتاعها يعني. فده كان الشافت او الجسم بتاع السيليا. وبعدين البيزل بادي، شايف من اول خط التقيل اللي بالاسود ده لحد تحت كده، ده كل ده اسمه بيزل بادي، وده بالمناسبه بيتكون من سنتريول اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، ده كده اسمه بيزل بادي. على فكره تحت البيزل بادي بقى في حاجه اسمها روتلتس، كلمه روتلتس يعني جذور، كلمه روت يعني جذر يعني. فدي ايه؟ فده اللي هو التركيب بتاع مين؟ بتاع السيليا. يبقى بتتكون من بيزل بادي بيسموه الكاينيتوزوم، الكاينيتوزوم يعني بيزل بادي، والشافت اللي هو الاكزونيم، خلاص كده. اول حاجه البيزل بادي اللي هو اللي تحت، اللي هو ده البيزل بادي اللي هو الجزء اللي تحت ده، شايفه. هذا البيزل بادي اللي تحت ده بيتكون من ايه؟ بص بص بص، بيقول لك ايه؟ بص بيقول لك ايه؟ This is a centriole، خلاص يعني ده centriole. ايه اللي جاب السنتريول هنا؟ قال لك خد بالك، المره اللي فاتت احنا كنا في السنتريول قلنا ايه؟ قلنا ان السنتريول ده بيساهم في تركيب او بيدخل في تركيب السيليا والفلاجيل، صح ولا لا؟ حتى ساعتها كان بيقول لك ايه لو رجعت لا استنى، ما هي هنرجع هنا ايه؟ شايف هنا السنتريول كان بيقول لك ايه؟ لا تصدق ما قالش. هو بيساهم في تكوين ايه بقى؟ موتايل ستراكشرز، يعني ستراكشرز بتتحرك، السيليا عماله تتحرك زي السيليا والفلاجيل، كويس؟ لانه بيدخل في تركيب مين؟ بيدخل في تركيب البيزل بادي اللي هو الكاينيتوزوم. يقول لك انه هذا السنتريول مايجريتد، هاجر من قلب الخليه، لان هو دايما زي ما قلنا السنتريول بيحب يبقى جاي جنب النيوكليوس وجنب الجولوجي. هاجر بقى من جنب الجولوجي والنيوكليوس، زي خلاص من النص، وهاجر على الاطراف لحد ما وصل للسيرف سيرفس لسطح الخليه، وامسك في مين؟ مسك في السيليا من تحت. يبقى البيزل بادي اللي تحت ده مين؟ ده سنتريول. لكن الاكزونين بقى اللي هو الشافت، اللي هو الجسم كله بتاع السيليا، ده بيتكون من ايه بقى؟ ركز معايا على البورد قوي قوي قوي. بص شايف المره اللي فاتت كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا والله ان انا عندي حاجه اسمها سنتريول. السنتريول ده كان عباره عن مايكرو تيبيولاي في النص، طالع منها حوالي 9 سبوكس، والتسعة سبوكس ديت ماسكه فيه 3 مايكرو تيبيولز A و B و C، صح كده؟ المره دي السيليا بتتكون من ايه؟ بص بقى ركز معايا. بتتكون من 2 مايكرو تيبيولز في النص، 2 مايكرو تيبيولز في النص بالمنظر ده. هذه الاثنين مايكرو تيبيولز اللي في النص ماسكين في بعض ببريدج، بريدج زي كوبري كده ماسك الاثنين ببعض.
ومتغطيين بشيس، متغطيين بغلاف، كلمة شيس يعني غلاف، وطالع من الشيس ده برضو 9 سبوكس، 9 سبوكس كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اسمع بقى الجاية، كل سبوك من دول ماسك في دوبلت، دوبلت من المايكروتيبيول. كلمة دوبلت خد بالك، دوبلت يعني ايه؟ يعني اتنين، A و B بس، دوبلت من المايكروتيبيول، شايف؟ اهي، وهكذا بقى، وهكذا. ده A و B، A و B، بحيث ان كل B ماسكة في A، كل B ماسكة في A، كل B ماسكة في A. تاني، المرة اللي فاتت قلت لي السنتريول ده بيتكون من سنترال هاب واحدة مايكروتيبيول، ده المرة دي بيتكون من 2 مايكروتيبيول. قلت لي ان السنتريول بيطلع منه 9 سبوكس، هنا برضو بيطلع 9 سبوكس. قلت لي ان السنتريول بيمسك، السبوكس دي بتمسك في تريبلتس، 9 تريبلتس، 9 ثلاثيات من المايكروتيبيولز A و B و C، هنا بتمسك في 9 دوبلتس، ثنائيات من المايكروتيبيولز. يبقى اذا ده الفرق بين مين ومين؟ بين السيليا والسنتريول، واحدة في النص، 2 في النص، 9 تريبلتس 2 بلتس. بص شايف بقى هنا، اهي اهي، تعالى بقى ركز معايا وتمعن كده في الصور بتاعت الالكترون مايكروسكوب. دي مثلا صورة مرسومة، شايف مين دي؟ ده مين دي؟ ده مايكروتوبيولاية ومايكروتوبيولاية ماسكين في بعض ببريدج في النص، وطالع منهم قد ايه؟ 9 سبوكس، شايفها؟ 9 سبوكس اهي، وكل سبوك ماسك في ايه؟ في دوبلت، شايف؟ ده 1 2 1 2 1 2، وهكذا 1 2، يبقى دوبلتس، ثنائيات، مجاوز يعني، مجاوز، كابلز، صح كده. وبعدين خد بالك كل بي دي مثلا بي اي ودي اي ودي بي ودي اي ودي بي، شوف البي ماسكه في الاي، البي ماسكه في الاي، البي ماسكه في الاي، البي ماسكه في الاي، وهكذا. تعال نشوف صور تانية، تعال مثلا هنا دي مثلا صورة زي اهي اهي اهي، شايف دي؟ دي بقى صورة حية بالالكترون مايكروسكوب، اللي هي دي، شايف؟ دي كده صورة حية اهي بالالكترون مايكروسكوب. خلينا نصغر الخط اهي، شايف؟ بص بقى، بص شايف مين ده؟ ده مايكروتوبيولاية ماسكة في مايكروتوبيولاية متصلين ببعض في بريدج، وبعدين طالع منهم ادا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هو طبعا من فوق متحوطين بشيس، متحوطين بغلاف بالمنظر ده كده، كويس؟ وبعدين ماسكين في قد ايه؟ في 9 سبوكس اهي. طيب كل سبوك من دول ماسك في ايه؟ في دوبلتس، شايف مثلا دي؟ ادي دي كده اهي، ادي 1 2، شايف؟ ادي 1 2، ادي 1 2، وهكذا، ادي 1 2، دوبلتس A و B، A و B، A و B، A و B من المايكروتوبيولز. يبقى إذا لما كنا في المايكروتوبيولز، لما كنا في المايكروتوبيولز، هل كذبنا لما قلنا إنه بيكون السيليا والفلاجيلا؟ والله أبدا، والله أبدا. ولا كذبنا لما قلنا بيكون سنتريول، ولا كذبنا لما قلنا بيكون ميتوتيك سبندل، ولا كذبنا لما قلنا إنه بيكون سيليا وفلاجيلا. يعني خلاص بقى، أنت لما تيجي تبص المايكروتوبيولز تاني وتشوف الفانكشنز بتاعته، خلاص بقى أنت أعتقد أنت فهمت بقى، فهمت إن هو بيكون السيليا إزاي وفلاجيلا إزاي والكلام ده، وانه داخل في تركيبهم كلهم ازاي. تعالى مثلا على صورة زي دي اهي، تعالى تاني، عندي 2، يلا بقى معايا بقى 2 مايكروتوبيولز ماسكين في بعض بي بريدج، متحوطين بي شيس، وطالع منهم 9 سبوكس، 9 سبوكس، خد بالك 9 سبوكس اهي، سبوكس كلها، شايف؟ دي كده كلها 9 سبوكس. وبعدين السبوكس دي عبارة عن ماسكة في ايه؟ في دوبلتس من مايكروتوبيولز A و B، A و B، A و B، A و B، وهكذا، A و B، A و B، وكل A وكل B ماسكة في إيه؟ كل A، كل B ماسكة في الـ A اللي بعدها، أهي بالمنظر ده كده. يبقى اللي يفرق السنتريول عن السيليا تاني عشان تحفظ، 2 في النص، لكن التانية كانت واحدة في النص، الدوبلتس من المايكروتوبيولز، لكن دي تريبلتس من المايكروتوبيولز. يلا آخر مرة، يلا آخر مرة، أدا 2 سيليا جنب بعض، 2 سيليا جنب بعض، هذا مايكروتوبيول ومايكروتوبيول ماسكين في بعض ببريدج ومتحوطين بشيس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذا A و B، A و B، A و B،
A و B وهكذا A و B A و B A و B A و B A و B ماسكين في بعض ماسكين في بعض ماسكين في بعض ده نفس الكلام الناحية دي. الجزء ده اللي انت شايفه ده انهي جزء من السيليا؟ هل ده البيزل بودي ولا الشافت ولا البراش بوردر؟ لا ده الشافت، يعني كل ده كل ده كده فين؟ كل ده في الشافت، بالك ده في الشافت. لكن لو انا بقول لك البيزل بودي، البيزل بودي ده وبالك بقى عشان اللعب في الام سي كيو، البيزل بودي ده لما اجي ابص بالالكترون مايكروسكوب هلاقي فيه في النص واحده مايكروتبيول ولا اتنين ماسكين في بعض؟ تاني تاني انا لو بسالك سؤال، انا جبت سيليا، انا جبت سيليا وقربت الميكروسكوب ناحيه البيزل بادي كويس، اللي هو الجزء اللي هو اللي تحت، اللي هو الجزء ده اللي هو الجزء اللي تحت ده، شايفه البيزل بادي اللي تحت ده، قعدت اقرب 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 الميكروسكوب. طيب لما اقرب الميكروسكوب ده هلاقي ان انا عندي في النص واحده مايكروتبيول بالمنظر ده ولا اتنين مايكروتبيولز جنب بعضهم كده؟ لا طبعا هلاقي واحده بس. ليه؟ لانه البيزل بادي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سنتريول، والسنتريول كان بيتكون من واحده بس سنترال هاب. لكن لو انا قمت جاي طالع بالميكروسكوب فوق وقربت من مين؟ من الشافت او من الايه؟ من الاكزونين بتاعي، هلاقي اللي موجود واحده مايكروتبيول ولا اتنين مايكروتبيولز في النص ماسكين في بعض؟ لا اتنين مايكروتبيولز في النص ماسكين في بعض، لانه الشافت ده هنا عباره عن تركيب مين؟ عباره عن تركيب السيليا ذات نفسها. خلاص كده اي هوب انها تكوني يعني اتفهمت، يعني لو ما استفهمتش بقى ايه ارجع عيد الفيديو من الاول تاني او عيد الجزء من الاول تاني، لو ما استفهمتش برضه ابعت لي بقى ونحاول ان احنا نشوف حل مع بعض. يبقى اذا تاني يبقى الشافت عندي بيتكون من ايه؟ من اتنين سنجلتس من المايكروتبيولز في النص، اتنين مايكروتبيولز في النص سنجل في النص، وبعدين السنجل دول طالع منهم ايه؟ تسعه سلندريكال سبوكس او تسع عصيان او تسع سلوك يعني. خلاص كده رايحين يمسكوا في تسعة دوبلتس او تسعة بيرد من المايكروتبيولز اللي هما A و B. A و B اهي سب يونت A و سب يونت B. A و B A و B. قول لي مين اللي بيبقى في ناحية السنترال هاب؟ يعني بص في الصورة هنا كده اللي هي دي، شايف هنا مثلا، خلينا نجيب ايوه دي هنا، مين ادي مثلا دي A كويس ودي بي، مين اللي بيبقى قريب من النص؟ يعني مين المور سنترال؟ الاي، الاي اللي بتبقى قريبه من النص عن البي، يعني البي متطرفه يعني دايما دي اي والبي في ظهرها شويه، يعني البي بعيده شويه عن النص يعني، فالاي اقرب. خلاص كده. طيب ايه كمان؟ الاي احنا فين؟ اه سب يونت اي اه سمولر ان سايز لكن ديت اكبر، يعني البي اكبر من الاي، واخد لي بالك؟ حتى يبقى حتى يقول لك انه الاي بيتكون من 13 بروتو فيلمنت على عكس البي اللي بيتكون من 11 بروتو فيلمنت. هو اصلا يعني ايه بروتو فيلمنت؟ عايز حد يقول لي يعني ايه بروتو فيلمنت؟ ايوه يا دكتور، البروتو فيلمنت ده اللي هو كان بيتكون من تبيولين اللي هو كان الفا تبيولين وبيتا تبيولين اللي هما كانوا بيكونوا المايكروتبيول. حتى بالاماره كنا قلنا ان احنا بنعمل حاجه اسمها اميونو فلورسنت انتي بودي اجينست تبيولين، وقلنا ان انا عندي منه نوعين بيمسكوا في بعض بسميهم بروتو فيلمنت. قلنا الكلام ده ولا لا في المايكروتبيولز المره اللي فاتت؟ فهو اصلا السب يونت اي دي الا مايكروتبيول، والسب يونت بي دي اصلا ايه غير مايكروتبيول، فكل واحده منهم جواها 13 ودي جواها 11. يعني بص دي جواها 13 بروتو فيلمنت ماسكين في بعض بالمنظر ده كده شايف؟ اه يعني بيبقوا ماسكين في بعض المنظر ده. بص شايف مثلا هنا مثلا اقرب لك الصوره عشان تفهم هو يقصد ايه. شايف هنا المايكروتبيولز اللي هي الاي والبي؟ لا نجيب واحده ثانيه احسن. المايكروتبيولز اللي هي هنا مثلا، شايف هنا ال 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 الاي اللي هي دي، شايف مثلا في دوائر صغيره، شايف الدوائر الصغيره دي؟ شايف الدوائر الصغيره دي؟ اهي شايفها الدوائر الصغيره دي اهي عاملها بالاصفر. شايف مثلا هنا، شايف دي دايره صغيره اهي، دي اهي شايفها؟ لا اللي هي بتكون الاي اهي، دوائر صغيره اهي بتكون الاي دي كويس، والثانيه اللي بتكون البي اللي هي دي مثلا اهي شايف؟ الدوائر الصغيره دي هي دي البروتوفيلمنت، شفت بقى؟ هي دي البروتوفيلمنت، شفت؟ فالاي عنده كام واحده؟ عنده 13 واحده.
عنده 13 واحده، 13 بروتوفيلامنت يعني، خلاص 13 دايره من دول. لكن البي عنده كام؟ عنده 11 دايره من دول. فانا عندي بروتوفيلامنت مع بروتوفيلامنت مع بروتوفيلامنت يكون سب يونت اي، وبروتوفيلامنت مع بروتوفيلامنت يكون سب يونت بي. الاي مع البي عملوا دوبلت، 9 دوبلتس ماسكين في السنترال هاب، عملوا لي كلهم في الاخر الايه؟ عملوا لي كلهم في الاخر السيليا، او اللي هو الشافت بتاع السيليا. طيب خد بالك، احنا قلنا انه كل بي ماسكه في الايه اللي بعدها، كل بي ماسكه في الايه اللي بعدها. طب الحاجه اللي بتمسك البي في الايه دي بسميها ايه؟ بسميها انتر دوبلت لينك. انتر دو يعني كلمه لينك، لينك يعني يربط، صح؟ لينك يعني ارتباط او يربط. انتر يعني ما بين، ما بين حاجتين. دوبلت اللي هم التسعة دوبلتس، ما احنا عندنا التسعة دوبلتس، دوبلت من هنا ودي جنبها ودي جنبها، اللي يربط الدوبلت دي بالدوبلت دي، انتر دوبلت لينك، لينك ما بين الدوبلتس وبعضها. على فكره بيسموه ايه؟ بيسموه النكزن. النكزن هو بيتكون من الاستيك سابستانس كده، ماده الاستيك، بسميها ايه؟ بسميها النكزن. يبقى ما هو النكزن؟ هو الانتر دوبلت لينك، الانتر دوبلت لينك. خلاص كده بيربط بين الاي والاي، ولا البي والبي، ولا الاي والبي؟ لا، الاي والبي، الاي والبي. خلاص. طيب بعد كده عندي اللي هو البيزا، الروتلتس اللي هي بتبقى فين؟ اللي هي بتبقى تحت البيزال بودي. وعندي حاجه اسمها بيزال فوت. البيزال فوت ديت بتبقى موجوده حوالين البيزال بودي. يعني انا عندي ده اللي هو البيزال بودي، ماشي؟ تحت البيزال بودي ده بيبقى الروتلتس، جنب البيزال بودي ده بيبقى البيزال فوت. طب الروتلتس دي لازمتها ايه؟ الروتلتس دي الجذور اللي بتفضل تتشعب تتشعب لحد ما تدخل في ادغال السيتوبلازم عشان تثبت السيليا جوه الخليه. لان خد بالك من حاجه، السيليا راحت ولا جت هي موجوده فوق في السطح. بص السيليا مثلا، بص على الصوره دي مثلا، الصوره دي هتوضح لك كل حاجه. شايف ازاي مثلا هنا؟ بص شايف هنا مثلا دي سيليا في النص اهي، شايفها؟ دي كده سيليا اهي اللي هي دي، شايف دي سيليا. طيب هذه السيليا دي الجزء اللي هو اللي فوق ده كده، ده اللي هو ايه؟ البراش بوردر بتاعها. والجزء اللي هو مثلا لحد هنا كده، كل ده مين؟ ده الشافت او الاكزونين بتاعها. وبعدين الجزء اللي هو ده كده، ده اللي هو الايه؟ البيزال بادي بتاعها، تمام؟ وبعدين يطلع منها روتلتس بتطلع تتشعب بالمنظر ده، كانها الجذور بتاع الشجر كبير خالص ده، تتشعب عشان تخش جوه مين؟ جوه السيتوبلازم يعني. خلاص كده. حوالينها بقى، حوالينها في حاجه اسمها البيزال فوت بالمنظر ده كده، بيزال فوت. قول لي المره اللي فاتت كنا اخذنا السنتريول، وجيت على السنتريول لسنتولا بالمنظر ده، وقلت لك انه بيبقى حوالينه كده في جسم هنا كده وفي جسم تاني هنا كده، ودول سميناهم ايه؟ سميناهم ساعتها مايكروتيبيول اورجانايزنج سنترز. وقلنا ان هذه المايكروتيبيولز اورجانايزنج سنترز وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تكون المايكروتيبيولز. انهي مايكروتيبيولز اللي مسؤوله عن مين؟ المسؤوله عن تكوين الميتوتيك سبندل اللي هي خطوط المغزل، عشان في وقت الديفيجن، في وقت الانقسام. هنا هذه البيزال فوت، البيزال فوت اللي حوالين البيزال بادي، اللي هي اكشوالي حوالين السنتريول، لان البيزال بادي هو اصلا سنتريول، وبالتالي هي بتاكت برضو كانها مايكروتيبيول اورجانيزنج سنتر. يعني البيزل فود ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يكون المايكروتيبيول، هو مايكروتيبيول اورجانيزنج سنتر. يبقى ياخدها قاعده، خدها قاعده، اي حاجه تيجي حوالين السنتريول يبقى ده مايكروتيبيول اورجانيزنج سنتر. في السنتريول ذات نفسه الموجود في قلب الخليه، في قلبها، بسميهم ايه ساعتها؟ بسميهم بيري سنترال باديز. لكن السنتريول اللي هو البيزل بادي اللي عند السيليا الحوالي دول بسميهم ايه؟ بسميهم البيزل فوت. يبقى البيري سنترال باديز والبيزل فوت الاثنين نفس الوظيفه، الاثنين مايكروتيبيول اورجانيزنج سنترز. خلاص. يبقى لو جه لك كومبليت او نقط اند نقط ار مايكروتيبيول اورجانيزنج سنترز، مين ومين؟ البيزل فوت والبيري سنترال باديز. خلاص اتفقنا. طيب تعال نشوف الفانكشن بوظيفه السيليا ايه. بص بقى السيليا لكنها بتسبريد، بتسبريد، كلمه سبريد يعني بينتشر، زي حلاوه سبريد اللي هي بتقوم جايه مفروده دي، سبريدنج اوف ا سين فيلم اوف فلويد او الميوكوس، يعني انها تنشر او يعني تخلي الفلويد اللي هي السوائل او الميوكوس اللي هو المخاط اكروس السيرفيس كله، على طول السطح كله. وعلى فكره ده بيحصل كله مع بعض، يقول لك انها بتحصل في ريتميك بيتنج ان وان دايركشن. يعني ايه الكلام ده؟
يعني السيليات كلها جنب بعضها يجي 350 الف مليار سيليا، كتير جدا كويس، كلهم مع بعض كلهم بوم ارجع تاني بوم ارجع تاني بوم كلهم مع بعض في نفس الوقت، يعني مش واحد تعمل كده والتانية تيجي كده ودي ترجع تخبط فيها ودي ترجع تعمل لي كده ودول كده، لا كلهم مع بعض هم كلهم بيتحركوا في بريتم، كلمه ريتم يعني نظام، ان وان ريتم يعني في ان وان دايركشن في اتجاه واحد، يعني ما تزقش كده وترجع تزق كده، طب انا عملت ايه؟ يعني انت بتزق كده عادي ترجع ترجع تاني، لا كلهم في اتجاه واحد ويرجعوا مكانهم تاني، هيزقوا في اتجاه واحد هيرجعوا مكانهم تاني، هيزقوا في اتجاه واحد هيرجعوا مكانهم تاني وهكذا. ده اللي هو اساسا الوظيفه الاساسيه بتاع السيليا اساسا. كمان السيليا، السيليا ليها وظيفه ثانيه. بص السيليا لو جينا نقول وظيفتها الاساسيه هو الموضوع الميوكس والكلام ده، وحتى موضوع الجينيتال تراكت انها تنقل الزايجوت عشان يروح لليوترس الرحم، او تنقل السبير عشان تخرج لبره والكلام ده. كمان ليها وظيفه، وظيفه موديفايد شويه، وظيفه متعدل عليها. بتعمل ايه؟ قال لك والله ان انا عندي حاجه اسمها ريتينا، ريتينا اللي هي الشبكيه بتاع العين. خلينا نفتح البورد شويه. ريتينا اللي هي الشبكيه بتاع العين كويس، الشبكيه بتاع العين دي، الشبكيه بتاع العين دي وظيفتها ايه؟ انا مثلا عندي ده كده الجلوب اللي هي الاي اللي هي العين بتاعتنا، وبيبقى من فوقها كده اللي هو الكونيا، الكونيا اللي هي القرنيه يعني الكونيا، وطبعا دي هنا كده باسمها ايه؟ باسمها البيوبل اللي هي النني بتاع العين، بيبقى في هنا الايرس، الايرس اللي هو اساسا اللي بيدي اللون بتاع العين، يعني الايرس لو ازرق يبقى حد عينيه زرقاء، الايرس لو اخضر يبقى حد عينيه خضر، بني يبقى لونه بني يعني، وده البيوبل كويس. وبعدين بيبقى في هنا كده حاجه اسمها اللينس، اللينس اللي هي العدسه زي اللينس بتاع الموبايل، بس دي بيسموها الاوبتيك لينس، الاوبتيك لينس كلمه اوبتيك يعني عين يعني، دي الاوبتيك لينس. وبعدين من هنا بقى كده بيبقى في الريتينا اللي هي الشبكيه بتاع العين، الشبكيه، لانه الشبكيه ديت اللي بتستلم كل الايه الموجات الضوئيه. اللي بيحصل كالاتي، ان بيجي عندي ضوء بالمنظر ده بيعدي على الكونيا ويخش على بيوبل، يعدي يروح على اللينس، اللينس مجمعه بتجمع الصوره كلها في حته واحده، بتجمع كل الضوء اللي داخل في حته واحده كده بالمنظر ده كويس، بالمنظر ده. يقوم الشبكيه تاخد الضوء دوت وتحوله الى ايه؟ تحوله الى موجه كهربيه. هذه الموجه الكهربيه بتمشي في عصب موجود ورا العين، اهو بيسموه عصب العين. هذا العصب ده بيسموه الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف ده بيستلم الضوء ده على هيئه موجات كهربيه للبرين. ليه؟ عشان ادرك اللي انا اللي انا شايفه. بمعنى مبدئيا الاوبتيك نيرف ده لو اتقطع انت مش هتشوف حاجه تاني، ده مبدئيا يعني خلاص. لازم العين تبقى متوصله بكهرباء، لانك لو قطعت الاوبتيك نيرف لانك قطعت الفيشه بتاع العين. مين اللي يقدر انه يستلم الضوء ويحوله لموجات كهربيه ويخليني اتمكن ان انا ادرك ما اراه؟ يعني انت ممكن تكون شايف بس ما انتش فاهم انت شايف ايه. فده وظيفه الاوبتيك نيرف اللي يجيب الضوء يوديه على المخ، يوديه للفيجوال اريا اللي هي مائده رقم 17 اللي موجوده في المخ من ورا. مين في الريتينا في الشبكيه يستقبل الكلام دوت؟ والله حاجه اسمها رودز اند كونز، رودز اند كونز دول عباره عن ريسبتورز، ريسبتورز يعني مستقبلات، مستقبلات مين؟ مستقبلات للضوء، دول اللي بيستقبلوا الضوء ويحولوا الكهرباء ويبعتوها الاوبتيك نيرف كويس. الرودز اند كونز تركيبهم الاساسي ايه تحت الميكروسكوب؟ سيليا، يعني هم تركيبهم اساسا سيليا، تخيل تركيبهم سيليا ولكنهم ايه؟ رودز اند كونز. طب السؤال، هل بيقعدوا يتحركوا كده مفيش بقى الكلام ده؟ هم بيستقبلوا الضوء، فعشان كده يقول لك ايه، هو تركيبهم كاستراكشر، كاستراكشر كتركيب هو سيليا، لكن كفانكشن او وظيفه او مش بيأكت از سيليا، هو بيأكت از ريسبتور، از مستقبل. عشان كده يقول لك انهم لهم موديفايد اكشن، كلمه موديفايد يعني تعدل عليهم. والله احنا كنا عاملينهم على سيليا وسيليا بس اتعدل عليهم الفانكشن بتاعتهم بيشتغلوا بفانكشن تاني. نفس الكلام ده بيحصل فين برضو؟ بيحصل في الاير، في الودن. بص لو انا جيت على الودن بتاعتنا شكلها عامل ازاي، دي كده الاوريكل اللي هي اللي هو الودن دي كويس، وطبعا بيبقى لها تجويف والكلام ده، وبعدين بيقوم يدخل الايه الصوت كويس،
بيدخل ازاي بقى؟ بص انا عندي 3 ايرز 3 ودن. انا بقول لك الكلام ده والله والله الكلام ده مش عليك دلوقتي، والله ما عليك دلوقتي عشان تبقى فاهم. يعني انا ممكن يقول لك رودز اند كونز واتكل على الله، كويس، اقول لك الهير اللي موجود في الانرجي الانر اير واتكل على الله. طب انت فهمت حاجه؟ ما فهمتش حاجه. هنا دي الايره، كويس، انا عندي 3 ايرز، عندي 3 اذن عشان تبقى عارف. يقول لك ده عنده التهاب في الاذن الوسطى. هو يعني اذن وسطى؟ انا عندي 3، في عندي اذن خارجيه اللي هي دي، كويس، اهي دي كده، وبعدين بتنتهي في الاخر بحاجه كده اسمها الاير درام. الاير درام اللي هي اهي اير درام، الاير درام اللي هي طبله الاذن، طبله. واقول لك بتعمل ايه دلوقتي. وبعدين دي كده الاكسترنال اير اللي هو الاير اللي بره، وبعدين بيجي على الميدل اير. الميدل اير اللي هي بتبقى جوه هنا كده بالمنظر ده اهي كده، دي كده اسمها ايه؟ اسمها ميدل اير، لحد ما تنتهي هنا كده بعظم، بعظم الجمجمه ذات نفسه، كويس؟ دي كده الميدل اير. وبعدين تيجي الانر اير، بتتكون من حاجه اسمها القوقعه، كويس؟ بيسموها الكوكليا، ودي ليها تركيبات كتيره جدا يعني، تمام؟ وبعدين القوقعه دي في الاخر متصله بمين؟ متصله بعصب، متصله بيه عصب، كويس؟ العصب ده اللي هو العصب الكامل اللي هو العصب الثامن، عصب رقم 8. بيسموه ايه؟ بيسموه الفيستيبيلو، الفيستيبيلو كوكليير نيرف. ما علينا عن الكلام ده. اللي بيحصل كالاتي، انا مثلا بتكلم، انت دلوقتي سامعني، كويس؟ فدلوقتي الـ 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 الصوت دخل عن طريق الاوركل، دي وظيفتها انها تجمع الصوت، حتى عمالة تعمل تجويف عشان تجمع الصوت. وبعدين تخش الموجات الصوتية، تخش الموجات الصوتية تقوم تخبط في الطبلة بتاع الأذن، فتحرك الطبلة. الطبلة دي من جوه متصلة بتلات عظمات بيسموهم عظيمات الأذن الوسطى، كويس؟ بيبقوا ثلاثة بعيدا عن التركيب بتاعهم يعني، إلا إن هم بيبقوا ثلاث عظمات بالمنظر ده كده، كويس؟ لما تتحرك الطبلة تقوم تحرك العظم، كويس؟ فلما العظم يتحرك يقوم يمشي الموجات الصوتية في خلال هذا العظم بالمنظر ده، بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، لحد ما يروح على فين؟ لحد ما يروح على الكوكليا اللي هو القوقعه. تقوم لما العظم ده يتحرك تقوم الكوكليا تتحرك، فلا هي جواها سوائل، فالسوائل تتحرك مع كل ده مساوي للاهتزاز بتاع الصوت بتاعك او الصوت اللي انت سامعه، لحد ما تتحول هذه الحركه الى موجات صوتيه تمشي في العصب الثامن وتروح على المخ لاريا رقم 8 اللي هي مسؤولة عن انها تاخد الصوت وتعرفك اصلا انك بتسمع وانت بتسمع ايه كمان، كويس؟ طيب مين اللي بيستقبل الصوت في الانر اير في الاذن الداخلية اللي هي الاير دي اللي جوه؟ شعر، هير. الهير دوت استراكشر بتاعه عامل شبه ايه؟ عامل شبه السيليا، سيليا برضو يعني، برضو سيليا، ولكنه مش بياكت از سيلي، مش بيقعد يتحرك، ما بيسوقش حاجه اصلا، كويس، ولكنه بيعمل ايه؟ بيريسيف الساوندز، الاصوات، وبالتالي برضه بياكت از ايه؟ از ريسبتور، از مستقبل. يبقى انا عندي السيليا حاجتين، السيليا استقبلت لايت ضوء لما كانت في العين رودز اند كونز، واستقبلت ساوندز اصوات لما كانت في الانر اير في الاذن الداخليه. يبقى اذا السيليا مش بس انها بتحرك ميوكوس والكلام ده، السيليا كمان ممكن تاكت از اريسبتور. فلما يجي يقول لك امتى تاكت از اريسبتور، تقول له والله في الرودز اند كونز، في الاي، او حتى ممكن تقول في الانر اير، لانها مش مكتوب عندك في المذكره، في الانر اير الاذن الداخليه يعني. كمان في الاولفاكتوري ايبيثيليوم، ايه الاولفاكتوري ايبيثيليوم ده؟ اقولها لك برضه. بص انت عندك في الاذن، في الانف من جوه، في المناخير من جوه، بص هنا ده كده اللي هو البق اهو، شايف دي السنانه، شايفها دي السنانه، كويس، وبعدين دي مناخيرك اهي، كويس، مناخيرك ديت الهواء بيدخل من هنا، وبعدين لما بيدخل من هنا كده بيعدي على الحته الواسعه الكبيره دي بيسميها النيزل كافيتي، يعني كافيتي يعني حته واسعه، نيزل يعني من النوز، من الانف. النيزل كافيتي دوت من فوق، الحته اللي فوق اللي هي الحته دي، شايفها دي كده، دي بيبقى فيها حاجه اسمها ايبيثيليوم. ايبيثيليوم اللي هو النسيج الطلائي، اللي هو الشابتر اللي بعد الجاي ده، كده بيبقى اسمه اولفاكتوري ايبيثيليوم. كلمه اولفاكتوري يعني بيشم، اولفاكتوري ايبيثيليوم ده الايبيثيليوم مسؤول عن الشم. بيبقى فيه مستقبلات للروائح، كويس، فلما بيبقى فيه ريحه فانت بتشم الريحه، فلما تشم الريحه مين اللي يستقبلها؟
الريسبتورز اللي موجوده هنا. هذه الريسبتور تشم الريحه وتروح في الاخر توديها على العصب اللي هي مشتركه فيه هنا او اللي ماسكه فيه هنا. العصب ده اسمه ايه؟ اسمه الاولفاكتوري نيرف. الاولفاكتوري نيرف العصب رقم واحد، وده عصب الشم، ده اللي بيشم الروح، ده اللي بياخد الروح. كويس؟ طيب الريسبتورز او المستقبلات اللي موجوده هنا اللي هي بتاخد الريحه دي، بتتعرف على الريحه وتاخدها، دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره برضو عن سيليا. يبقى السيليا استقبلت ضوء، السيليا استقبلت سمع ساوندز، السيليا استقبلت روائح. اذا السيليا يعني موجوده في الثلاثه دول، يعني رودز اند كونز والفاكتوري وايه كمان وفي الانر اير، ده اللي هو الفانكشن بتاع السيليا. عشان كده بقول لك في الاول السيليا قد تظهر بمظهر انها اورجانيل ولكنها فيري 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 امبورتنت، مهمه جدا يعني. ده غير طبعا موضوع الميوكس وانها لو مش موجوده يحصل التهاب في الجيوب الانفيه او التهاب في الممر التنفسي والكلام ده. طيب ده كده تكوين او تركيب مين او تركيب السيليا. ما ننساوش ابدا الاكزونيم، البيزال بادي اللي هو اصلا عباره عن ايه؟ عن سنتريولز، السنترال هاب الاثنين اللي في النص ماسكين تسعة سبوكس، ماسكين بعد كده في دوبلتس من مايكروتيبيولز ماسكين ببعض الانتر دوبلت لينكس. كويس كده؟ فاضل لي معلومه بسيطه جدا 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 عن السيليا، هو ان بي ملحوظه بسيطه جدا. الملحوظه دي بتقول ايه؟ بص هنا دي كده شكل السيليا، شايف ده مين ده؟ ده مايكروتيبيول اللي هو في النص اهو، شايفه؟ ده كده وده كده ماسكين في بعض ببريدج متحوطين بالشيس اهو، شايفهم؟ وعندي السبوكس اهي، خلاص بقى حفظنا يعني دي السبوكس اهي، وعندي التوبلتس على A و B A و B وهكذا. شايف ال 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 النقط الزرقاء دي، شايفها؟ اللي انا عمال بحدد عليها دي، شايفها؟ اللي هم دول او دي او اللي هي دي، شايفها؟ دي بيسموها الداينين ارمز. الداينين ارمز دول مهمين جدا 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 في تركيب السيليا. ليه؟ لانك ممكن تعتبر الداينين ارمز هم الدينامو. الدينامو والله العظيم، يعني اكتب على الداينين ارمز ان هم الدينامو. الدينامو اللي هو الايه؟ يعني ايه كلمه دينامو؟ يعني المحرك. هم المحرك بتاع السيليا. Once ان مفيش داينين ارمز يبقى السيليا ما بتتحركش. تاني مفيش داينين ارمز او مش شغاله الداينين ارمز يبقى السيليا ما بتتحركش. يعني كلمه سيليا ما بتتحركش يعني اموتايل سيليا. بص كلمه ام يعني نفي، اداه نفي، موتايل يعني بتحرك، فايه موتايل يعني ما بتتحركش. اموتايل سيليا يعني السيليا اللي ما بتتحركش. قول لي انت بقى، لو السيليا ما بتتحركش ايه اللي هيحصل للميوكس او المخاط اللي موجود على الممر التنفسي كله؟ هيتوقف، مش عارف يطلع لفوق. لما يتوقف هذا المخاط يبقى بيئه مناسبه لنمو البكتيريا ولا لا؟ يبقى بيئه مناسبه لنمو البكتيريا. يبقى ده هيسبب التهاب ولا مش هيسبب التهاب؟ هيسبب التهاب. طب ايه اخبار المخاط اللي موجود في الجيوب الانفيه؟ برضه هيفضل واقف مكانه، لان المفروض يطلع لفوق بعد كده يقوم جاي نازل، فهو اصلا مش عارف يطلع لفوق. فلما يفضل موجود فوق يبقى بيئه مناسبه لنمو البكتيريا، يبقى يحصل التهاب ولا مش هيحصل التهاب؟ هيحصل التهاب. طب قول لي، هل الميل الذكر هيقدر ان هو يطلع السبيرمز او الحيوات المنويه او السمنه الفيلو بتاعه؟ مش هيقدر. يبقى ده هيؤدي الى انفيرتيليتي في الميل ولا لا؟ هيبقى انفيرتيليتي في الميل، في عقم في الميل. اللي حصل ده اشهر ناس بيحصل معاهم الاموتايل سيليا دي اللي هو absence of dying arms، هو الناس اللي عندهم كارتاجنر سيندروم. كارتاجنر هي كارتاجنرز بالمناسبه، يعني في ابوستروف اس، كارتاجنرز سيندروم. سيندروم يعني متلازمه، يعني متلازمه كارتاجنر. ايه متلازمه كارتاجنر؟ مبدئيا كلمه متلازمه بيبقى مرض بيتولد بيه الجنين او الطفل وبيبقى عباره عن كذا حاجه مع بعض، كذا حاجه مع بعض، ده معنى كلمه متلازمه وملهاش علاج. كارتاجنر سيندروم عنده ابسنس داينين ارمز، فهو عنده اموتايل سيليا. فتلاقي ان اللي عنده كارتاجنر عنده ساينوسايتس. يعني ايه كلمه ساينوسايتس؟ كلمه ساينس يعني جيوب انفيه، ايتس اي تي اي اس ديت يعني التهاب، فساينوسايتس يعني التهاب في الجيوب الانفيه. تاني ساينس يعني جيوب انفيه، ايتس اي تي اي اس اي حاجه اخرها اي تي اي اس يعني فيها التهاب، ف ساينوسايتس يعني التهاب في الجيوب الانفيه. كويس؟ ليه في التهاب في الجيوب الانفيه؟ لان السيليا مش بتطلع الميوكس اللي فيها. كمان برونكيكتسز،
تاني اسمها ايه؟ برونكيكتز. برونكيكتز يعني كلمة برونكيكتز، برونكس برونك برونك يعني برونكس يعني القصبة الهوائية، اكتيسز يعني دايلتيشن. يعني ايه كلمة دايلتيشن؟ يعني بتوسع. ليه بتوسع؟ بص ده كده اللي هو جيوب أنفية اهي، آسف قصبة هوائية اهي، دي كده قصبة هوائية، دي كده قصبة هوائية، ودي كده قصبة هوائية، ده الطبيعي بتاعها كويس. فالمفروض انه في سيليا موجودة على السطح بتاعها هنا وبتطلع ميوكس لفوق، الدنيا زي الفل. لكن افرض السيليا دي ما اتحركتش او ما بتتحركش، فالميوكس هيفضل واقف هنا. لما الميوكس يقف هنا ايه اخبار البكتيريا؟ هتيجي تقف عليه وتعمل حاجة اسمها انفلاميشن، تعمل حاجة اسمها التهاب. لما الانفلاميشن والالتهاب والبكتيريا تتغذى على المنطقة دي كلها، تبتدي انها تضر في البرونكس في القصبة الهوائية ذات نفسها، فالقصبة الهوائية تقوم توسع بالمنظر ده. فلما توسع القصبة الهوائية بالمنظر ده بسميها ايه الحالة دي؟ بسميها برونكيكتز. يبقى ليه حصل برونكيكتز؟ عشان الاموتايل سيليا، فالميوكس وقف في مكانه، فحصل التهاب في البرونكس في القصبة الهوائية، فده أدى إلى اللي حصل دايليتيشن أو إنها وسعت، فحصل برونكيكتز. إيه كمان هيحصل؟ ميل انفرتيليتي. يعني إيه كلمة انفرتيليتي؟ يعني عقم، عقم عند الميل. ليه حصل ميل انفرتيليتي؟ لأن مفيش حاجة تزق الحيوانات المنوية والسائل المنوي لبره، لأن اللي كان بيزقها هو السيليا، لكن هنا مفيش سيليا أو ما بتشتغلش، يبقى إذن مش هيعرف يخرج سيمينال فلويد. مين ميل ما بيعرفش يخرج سيمينال فلويد؟ اللي هو الانفرتايل ميل. طيب ايه كمان بقى؟ قال لك في حاجتين كمان بيحصلوا مع كارتاجنر سندروم ما لهمش علاقه بالسيليا، بس هما في المتلازمه. يعني اللي عنده كارتاجنر عنده الحاجات دي عشان السيليا، وعنده حاجات تانية بس مش عشان السيليا، عشان هي تبع المتلازمه. يعني حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ديكسترو كارديا. ديكسترو كارديا، بص كلمه ديكسترو، ديكسترو يعني يمين، كارديا يعني قلب، ديكسترو كارديا يعني القلب باص ناحيه اليمين. عندنا القلب بيبقى في النص، يميل الى اليسار قليلا، واتجاهه ناحيه الشمال. يعني القلب كده اتجاهه ناحيه الشمال، لكن ممكن القلب يبقى اتجاهه ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال، ناحيه اليمين. فالحاله دي بيسموها ديكسترو كارديا. ديكسترو يعني يمين، وكارديا اسف ديكسترو يعني يمين، وكارديا يعني قلب. يعني بدل ما هو باص ناحيه الشمال هو باص ناحيه اليمين، اسمها ديكسترو كارديا. كويس. ممكن دي، وممكن يعني ممكن يكون القلب بس هو اللي باص ناحيه اليمين، ممكن كمان ان يكون كل الاورجانز وكل الاعضاء بتاعته معكوسه. يعني ايه معكوسه بقى؟ يعني انا مثلا عندي هنا، انا اليمين بتاعنا كبد، كبد في الناحيه اليمين، والمعده في الناحيه الشمال كويس، والطحال في الناحيه الشمال قوي كويس. ده الوضع الطبيعي. في ناس تانية عندها الكبد هو للناحيه الشمال، والمعده والطحال الناحيه اليمين، وبدل ما فتحه الشرج من الناحيه الشمال لا موجوده من الناحيه اليمين، بدل ما كل حاجه في اليمين بقت شمال والشمال بقى يمين، والقلب كمان معاهم، بدل ما كان باص الشمال بقى باص يمين. فدي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها سايتس انفيرسس توتاليز. سايتس انفيرسس توتاليز، توتاليز يعني توتال يعني كل، يعني كل الاعضاء. انفيرسس يعني بالعكس، سايتس يعني مكان، يعني كل الاعضاء مكانهم اتعكس، فاصبح اليمين شمال والشمال يمين. تاني، يا اما القلب بس بدل ما كان اتجاهه شمال يبقى اتجاهه يمين بس، لكن الباقي كله كويس، بسميها ديكسترو كارديا. او ان كل الاعضاء بقوا شبه القلب، اليمين بقى شمال والشمال بقى يمين، بسميها سايتس انفيرسس توتاليز. خلاص كده؟ واحد يقول لي ثواني، ايه علاقه ده بالسيليا؟ ملوش علاقه، هو ده تبع المتلازمه، ده تبع المتلازمه. يعني ان شاء الله لما تيجي تاخد كارديو في البطنه هتلاقي ان حاجه اسمها ديكسترو كارديا، وهيجي ساعتها يقول لك انها موجوده مع كارتاجنا سندوم، بس ده اللي هيقوله. خلاص كده؟ لكن السؤال بتاع ديكسترو كارديا وبتاع سايتس انفيرسس توتاليز، هل ده مريض؟ يعني او اسف، يعني هل ده هيضره؟ يعني الحاجه دي بتضره انه الكبد شمال والمعده هي اليمين؟ ابدا اطلاقا، عادي بيبقى كويس جدا وبيعيش كويس جدا. هو بيتاذي من الحاجات دي بس، الحاجات بتاع السيليا دي بس، لكن الديكسترو كارديا وسايتس انفيرسس ما بيتاذيش منهم، وماشي في حياته سليمه وكل حاجه. اللي ممكن يزيد الحاجات اللي على اليمين دي وخلاص. خلاص كده؟ بس هو ده الاخر يعني النهايه او اخر حاجه خالص موجوده عندنا في مين؟ في السيليا. يبقى السيليا التركيب بتاعها مهم جدا جدا جدا، الفانكشن بتاعتها مهمه جدا، والان بي دي مهمه، كارتاجنا سندروم دي مهمه تاخد بالك منها. اخر حاجه الفلاجيلا، الفلاجيلا هي نفس السيليا. بص يقول لك زي ريزمبل، يعني نفس السيليا ولكنهم بس لونجر، يعني اطول شويه وسنجل، يعني
يعني ايه سنجي؟ يعني بص هنا السيليا، بص كام واحده كلها جنب بعضها اهي، الفلاجيلا بتبقى لوحدها. زي مين مثلا؟ زي الفلاجيلا اللي موجوده في الديل بتاع السبيرم بتاع الحيوان المنوي. الحيوان المنوي له راس وله قطعه وسطى ميتوكوندريا لو تفتكر الكلام ده، وله ديل بقى. الديل ده عباره عن فلاجيلا يعني. طب فايده الفلاجيلا ايه؟ ليها علاقه بالموفمنت، بالحركه، انها بتتحرك على هي سكسيسيف ويفز. كلمه سكسيسيف يعني ورا بعضه، ويفز يعني موجات، يعني موجات ورا بعضها، فروم بيس تو تيب، من القاعده للمقدمه. يعني ايه الكلام ده؟ بص هوريك جي اي اف بيبين حركه الحيوان المنوي. بص يعني مثلا ده اللي هو الحيوان المنوي، هو شايفه الديل بتاعه، الديل ده عباره عن فلاجيلا. كويس، هل عمرك شفت حيوان منوي بيتحرك؟ هوريك حيوان منوي بيتحرك. بص شايف الحركه دي، شايف بيتحرك ازاي؟ اه ده عباره عن ويفز، موجات، يعني هو مش بيتحرك مستقيم كده زي السمكه، لا ده عمال بيتحرك كده كده كده، صح؟ ده عباره عن ويفز، موجات بتيجي من ورا لقدام، يعني الموجه بتطلع من ورا كده لقدام، من البيز للتب، من البيز للتب، سكسيسيف ويفز من البيز للتب، خلاص؟ وانت بتاخد بالك الفلاجيلا طويله، يعني السيليا بتبقى قصيره شويه، الفلاجيلا بتبقى طويله وبتبقى لوحدها، يعني هنا دي فلاجيلا واحده بس، سنجل فلاجيلا. خلاص كده؟ بس دي كده حركه يمين، حركه السبيرم الحيوان. طيب حلو كده، يبقى احنا اتكلمنا عن ايه؟ بفضل الله اتكلمنا عن السيليا والفلاجيلا. والله بص المحاضره قد تكون طويله، بس احنا عشان بس كنا بنشرح كل حاجه، انت لو فهمت الحاجات دي المحاضره مش هتاخد منك 5 دقائق 10 دقائق حفظ بكتير جدا. فده اللي بالظبط السيل فيلامنتس، بعدها السيل انكلوجنز والنيوكليوس، ونبقى خلصنا السيتولوجي على خير ان شاء الله. اي هوب الناس تذاكر، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.